Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita pada urusan dulu ya. Maaf yang belum saya datangi. Mohon maaf karena terlalu ini ya. Ya beras semua tahu ya. Yuk kita pada urusan dulu ya. Jangan lama-lama dari surat taubat masih melanjutkan surat taubat ya. Surat taubat dari ayat 42 ya hingga ayat ya sampai secukupnya ya, dari ayat 42 surat taubat ya, ayat 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يزال يزال دينك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في رابهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له دعة ولكن كره الله بعاشهم وشبابهم وكيلت قدوم القائدين. لو خرجوا فيكم ما جعلكم ميلا خبالا ولا وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لن كتب تابوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاءك الحق ودار أمر الله والله أدار أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقولون
البيت نادى شوقته وإلا جهنم اللام حيطة للكافرين إن تشب كاشنة فاشرهم وإن تشب كاموشبات يقولوا قد أغدنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم بارزون قل لن يشيبنا إلى ما كنم الله لنا هو المولانا وعلى الله فليتوكل للمؤمنون قل هل تربصون منا إلى إحدى الحسنيين ونحن تربص بكم أن يوشبكم الله بأدب من إنه أو بأيدين فتربشوا إنما أكن متربشون قل أما في قطاع أو كرح لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعكم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسله ولا يأتون صلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لا منكم
وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لو يجدون مهجرا أو مغارات أو مدلل إليه وهم يجمعون. ومنهم من يرمزك في الصدقات فإن ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. صدق الله العظيم. قولينا ومن قولكم أكبر الله. اللهم صل على محمد وبارك عليه. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan sampai habis. Mudah-mudahan yang mendengarkan mendapatkan pahala, juga yang mendengarkannya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dibanyakkan rezekinya. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.